أهلا كل متابعين قناة عربية. في الفيديو النهاردة هنتعرف عن سبب نوم بطارية السيارة في فصل الشتاء. ليدخل فصل الشتاء ونبدأ في سماع الجملة الشهيرة البطارية نام. فهل هناك علاقة بين الشتاء أو الأشهر الباردة ونوم البطارية؟ مبدئيا تعالوا نتكلم عن العملية اللي بتحدث داخل بطارية السيارة. بطاريات الرصاص الحمضية هي أكثر بطاريات السيارات شيوعا لأنها غير مكلفة ويمكن الاعتماد عليها إلى حد ما، وهي مصنوعة من علبة بلاستيكية تحتوي على سلسلة من ألواح الرصاص مغمورة في تجمع من الإلكتروليت اللي هو مزيج من الماء وحمض الكبريتي، وكل زوج من اللوحات يشكل خلية واحدة. عند الشحن الكامل تنتج لخلية في بطارية حمض الرصاص 2.1 فولت، لذلك تتكون البطارية الـ 12 فولت من 6 خلايا، وهي تقنيا بطارية 12.6 فولت، ولا تنتج بطارية الرصاص الحمضية شحنة، ولكنها تتلقى وتخزن شحنة أولية من خلال تفاعل كيميائي بين ألواح الرصاص في الخلية والإلكتروليت. ولكن مع حدوث التفاعل الكيميائي يتم طلاق صفائح الرصاص الموجبة والسالبة ببطء بكبريتات الرصاص، تعرف هذه العملية باسم الكبرتة، وهي تقلل من قدرة البطارية على الاحتفاظ بشحن كامل. ولتعقيد الأمور تعاني بطاريات الرصاص الحمضية من التفريغ الذاتي وفقدان طبيعي للشحن بمرور الوقت إذا تركت البطارية لفترة طويلة بدون شحن جديد. ولكن ايه سبب نوم البطارية في الشتاء؟ يمكن للبرودة الشديدة ان تحدث زيادة في معدل تفريغ البطارية، حيث تؤدي درجات الحرارة المنخفضة الى ابطاء التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل بطارية حمض الرصاص، مما يقلل من قدرة البطارية على الاداء. كما ان في الظروف الجوية الباردة يتطلب ادارة السيارة طاقة اكبر، وذلك لان زيت المحرك يصبح سميك القوام في حوض الزيت بسبب برودة الجو، بمعنى ان فصل الشتاء يحدث فقدان في الطاقة مع التفاعلات الكيميائية البطيئة في البطارية، وفي نفس الوقت بيكون هناك مشاكل زيت المحرك الناتجة من برودة الجو، ومن ثم يصعب ضخه في دورة التزييت بواسطة طرمبة الزيت او المضخة، مما يزيد الاحتكاك بين اجزاء المحرك فيتطلب سحب طاقة اكبر من البطارية لإدارة المحرك. ويستنزف الطقس البارد جدا او الاجواء الثلجيه طاقة بطاريتك بنسبة من 30 إلى 60%، ولكن يتم اعادة شحن بطاريتك بشكل طبيعي اثناء القيادة عن طريق منظومة الشحن اللي هي الدينامو التي تحول حركة المحرك الى طاقة يتم بها شحن بطارية السيارة. ولكن يجب عليك اولا مواجهة التحدي المتمثل في بدء تشغيل السيارة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ولو شايف ان الفيديو مفيد ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وتشترك في قناة عربيتي عشان يوصلك كل جديد.